يوم ثلاث بالنسبة لي هي حدث مهم في مسيرتي الموسيقية يعني في شغل. يوم ثلاث بنات ندهون عالبساط بساط يا ناس عجبون. رغم النجاح الكبير اللي حققته الأغنية، كانت مفاجأة لما عرفنا أن عزيز لم يلتقي بعمرو دياب حتى الآن. التعامل كله كان على التليفون، يعني غلطتي ما قابلتوش. زي ما الناس دايما بتقول، هو أصعب واحد وأسهل واحد. عندي علامات وحاجات انا بحب اقف عندها كتير، ومحطات كتير بحب اقف عندها وفخور بيها، بس اكيد يوم ثلاث بالنسبه لي هي حدث مهم في مسيرتي الموسيقيه يعني في شغلي. يوم ثلاث بنات ندهوني عالبساط بساط يا ناس عجبوني. وبسبب كلمات الاغنيه احتاج عزيز لتكنيك خاص في التلحين. جو الأغنية من الأول كان معمول إن هو يبقى لايت كده، وغنوة خفيفة وفيها إفيه بتاع يوم الثلاث، ثلاث بنات ندهوني، وقصة كده قصيرة كده لطيفة. فوجئت الطريقة اللي غنى بيها عمرو ضاف للغنوة كتير جدا، يعني الغنوة بقت في حتة تانية خالص. هو كان عنده رؤية ورؤيته دلوقت صح. وانتشرت حالة من الجدل حول الأغنية بسبب بعض كلماتها. هي مفاجأة، هي تشوك، ايه فتفيتوا الفتافيت وفتنوني، كلمة برضو غريبة. لما جينا نسجل الكلام بتاع الأغنية كديمو، يعني انا سجلته زي ما احنا عملناه. لما راحت الأغنية لعمرو كنت فاهم، او يعني كنت متوقع انه ممكن يغير كلمة يغير حاجة. فعلا تامر راح مغير الجملة دي، لكن عمرو كان عايز يغنيها زي ما اتكتبت، زي اول قطفة زي ما بيقولوا، زي ما طلعت في الاول، زي ما احنا شغالين عليها. قعدة وانبساط غدوا عزموني، فتفتوا الفتافيتوا وندهوني. ومن الانتقادات اللي طالت الاغنية ايضا تشابه لحنها بلحن اغنية احمد جمال. جملتين مختلفتين تماما. طبعا انا اللي ملحن الاثنين، وهما مقام واحد وسرعة واحدة، ايقاع رتم واحد يعني. لكن اي حد متخصص او اي حد بيعزف حتى بيانو في البيت، او يعني الناس اللي بتسمعنا وبتعزف بيانو في البيت او بتعزف آلة موسيقية، يعزف دي ويعزف دي، دي نوتة ودي نوتة. احنا في لحظة تجلي، علي المزيكا، علي. وما هي اعماله الفترة القادمة؟ في حاجة هتنزل مع هشام عباس، أربع أغاني نزلي مع محمد شاهين في ألبومه، غنوتين في غنى منهم نزلت اللي هي ابن عمي، نزلي مع مصطفى حجاج جرح بعد جرح، ولسه في غنوة تانية برضه في الألبوم. الحياة حلوة وأيام وروح حلوة كلهم حلوة.